تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات هجن أبناء القبائل من الحول والزمول، حيث تابعنا 16 شوطا في صباح هذا اليوم الأحد التاسع من شهر 10 لسنة 2022 في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. حضرت الأسامي، حضرت الشعارات، حضرت التحديات. نتابع ملخص سباق هذا الصباح، حيث الشوط الأول الرئيسي ذهب مع الطويلة لمالكها سعيد بن علي بن واصل الشتبي، وجاءت بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 32 ثانية و22 جزءا من الثانية. أما الشوط الثاني، الشوط الخاص بالحول المهجنات الأصايل، فكان الموعد حاضرا مع بخت لسعيد بن راشد بن صالح بالعري المردي، 9 دقائق 37 ثانية جزء واحد من الثانية هو توقيت بخت. أما الشوط الثالث، الشوط الخاص بزمون المحليات الأصايل، فينطلق بناموس هذا الشوط غيث لمارك سيب بن سالم من نايل الشامسي، وتوقيت الزمن 9 دقائق 50 ثانية وست أجزاء من الثانية. أما الشوط الرابع مكملا للجولة الأولى، فكان الموعد حاضرا مع جلبوت بشعار محمد بن فطيس المري، 9 دقائق 39 ثانية وتسع أجزاء من الثانية توقيته الزمني. الشوط الخامس بداية الجولة الثانية، انطلقت حرايب بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لمالكها خالد بن سعيد بن مبارك الزرعي، وتوقيتها الزمني 9 دقائق 41 ثانية وجزئين من الثانية. أما الشوط السادس فتنطلق الهايلة بناموس هذا الشوط لمالكها محمد بن سلطان المالكي بنايه، من قدم هذا الاسم بتوقيت زمني مقدار 9 دقائق 37 ثانية بالوفاء والتمام. الشوط السابع كان الموعد حاضرا مع مهدي لمالك علي بن سالم بن علي الوهيبي، وتوقيت الزمن 9 دقائق 53 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. أما الشوط الثامن فينطلق راهي بناموس هذا الشوط لمالكه عبيد بن سهيل بن خيرات العامري، وجاء بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق بالتأكيد 45 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك راهي عبيد بن سهيل بن خيرات العامري. الشوط التاسع وبداية الجولة الثالثة، تنطلق شراب بناموس هذا الشوط لمالكها حمد بن سالم بن سليم الكتبي، 9 دقائق 36 ثانية وأربع أجزاء من الثانية هو توقيت شرف. أما الشوط العاشر فجاءت معزة بناموس هذا الشوط لتهدي النقطة الثانية لمالكها سعيد بن راشد بن صالح المري، وتوقيتها الزمني 9 دقائق 42 ثانية بالوفاء والتمام. مزاحم حضر في شوطنا الحادي عشر للزميل والمعلق سعيد بن علي الزرعي، وتوقيتها الزمني 9 دقائق 43 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. وسلام لبريمي بسلطنة عمان مع أيضا بتحدياتي وانطلاقتي مزاحم. الشوط الثاني عشر جاء رياض بناموس هذا الشوط لمارك سعيد بن سالم بن غصن العامري، وتوقيت الزمن 9 دقائق 51 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. أما شوطنا الثالث عشر وبداية جولة الإنتاج والمنتجين، فتنطلق الشاهينية بناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 35 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا للشاعر مطر بن غدير بن محمد المزروعي، والسلامات ذهبت لأهالي مدينة العين. الشوط الرابع عشر تنطلق الفايزة بناموس هذا الشوط وتوقيتها الزمني 9 دقائق 28 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، وهو التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح لتهدي السلامات لأهالي الخوانيج ولشعار بن حلوة. أما الشوط الخامس عشر فينطلق زيزون بناموس هذا الشوط لمارك سيب بن مبارك بن هواش الخيلي، وتوقيته الزمني 9 دقائق 49 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. أما شوط الختام، شوط الخاص بزمول المهجنات الأصايل، فينطلق غازي بناموس هذا الشوط لماركه سعيد بن خليفة بن حميد بن ركاض العليلي، وجاء بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 40 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات سباق صباح هذا اليوم من الحور والزمول بشعارات أبناء القبائل. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.